سمعتم؟ اسمع لي قصة هذا الغلام. غلام دخل في القرن 19 الميلادي في أمريكا، دخل المدرسة لكن للأسف كان تفكيره ضعيف، يعني حنا نسميه اليوم في غباء، يسأل أسئلة غبية، في المدرسة ضعيف، تأذى منه المعلمون لأنه ما يعرف شيء، طردوا قبل 160 سنة تقريبا، طردوا من المدرسة. أمه كانت مثقفة، زعلت على ولدها فجلست في البيت تدرس بروحها، طرد من ابتدائي. قامت الدرس 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 الكتب العربي الرياضيات عفوا الإنجليزي الرياضيات الكيمياء الفيزياء كل المواد العلمية بدأت الدرس. درس الغلام بأمريكا وقام يشتغل، لأن أمه بروحها، يروح وين؟ يروح محطات القطار يبيع لهم مجلات، يبيع مجلات ياخذ فلوس يصرف على أمه. مرت به الأيام، هذا الغلام قام يشوف الناس شلون يشتغلون بالتلغراف قبل توصيل الرسائل بالتلغراف، أعجب بوضع التلغراف صار موظف عندهم، وقام يستغرب شلون التلغراف هذا تذكرون اللي شاف أفلام القديمة بالأصوات، كل كم طقة يعني حرف، ويوصلون التلغراف من بلد إلى بلد، هذا وسيلة الاتصال الوحيدة عندهم. استغرب شنو هالجهاز هذا العظيم، اشتغل عندهم يصرف على أمه. أمه مرضت فجاب لها الطبيب وقال الطبيب لازم عملية لأمك. طيب سوي لها العملية. قال الحين بالليل ما نقدر. ليش ما تقدر؟ قال السراج ما يكفي، السراج ما راح يضيء، ما في كهرباء والسراج ما راح يكفي للعملية، ننتظر حتى الصباح. قال أمي يمكن تموت. قال شو نسوي؟ ما في حل. فجلس هذا الغلام طوال الليل مقهور على أمه، ليش البشر والعالم ما عنده شيء يضيء الظلام هذا؟ فعزم إلا أكتشف شيء ينير للناس الظلام، هذا الولد الغبي ها. فسوى تجارب، أكثر من 900 تجربة كلها فاشلة، كل ما يسوي تجربة تفشل، والتجربة في أدوات، وكل ما يسوي تجربة تفشل أكثر من 900 مرة. في النهاية اخترع اختراعا غير العالم كله. شنو اخترعه؟ المصباح. توماس أديسون غير الدنيا. اليوم انت اليوم جالسين بالخيمة، هذه المصابيح اللي قاعد تضيء لنا، شفتوها؟ ترى هذا الغلام اللي كان في المدرسة فاشل ب900 محاولة حصل على اللي يبيه. احنا الواحد فينا يمكن لو من اول مرة يقرأ الكتاب مل قط الكتاب، يا اخي حاول مرة ثانية، حاول مرة ثالثة، حاول مرة رابعة. حتى حفظ القرآن قد ما تفلح من اول مرة، قد ما تنجح من اول محاولة، قد تكون اول دورة لك اصعب وافشل دورة، لكن كمل. اذا اردت ان تصير عالما تقدر تصير عالم، واذا اردت ان تصبح داعية تستطيع ان تصبح داعية، واذا اردت ان تغير العالم تقدر تغير العالم، لكن هل تستمر؟ هل عندك الهم؟